الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن شاء الله. لا احنا من الباحة اليوم ترى اكو فرق بالتجهيز، تدري ليش؟ لأن يعني الإيرانيين الباحة زيدونا 5 مليون متر. من الباحة اليوم زيدونا 5. فلفل عليهم. شوية بدأ التأثير. يعني. فلفل عليهم لا ديونهم مستحقة واجبة الدخل. يعني والله العظيم. أنا بس أبدأ أسألك سؤال. أبدأ أسألك سؤال سيادتي. سيد أحمد يعني. أنت جنابك رجل مختص. الله يخليك. أنا صار لي 4 سنين. نعم. يعني بصفة عملي بالوزارة. أصرح بسياسة الوزارة يا معودين. أريد أدخل الكوباي سايكل لمحطاتنا الغازية. نعم. كوباي سايكل تعرفين شنو ست؟ هاي يسموها الدوره المركبه. نعم. احنا محطاتنا تولد عاد تشتغل على الغاز وشي وتطلع طاقه. نعم. هاي يسموها السمبل سايكل يعني الدوره البسيطه. الدوره المركبه لا تريد غاز ولا تريد وقود. نعم. او لا تريد مشاكل وصديقه للبيئه وتطلع لنص طاقه المحطه. اي ليش ما تسويها؟ هسه جايك بكلام يعني اذا المحطه ام الف وانصب بها كوباي. نعم. سايكل مو استاذي؟ نعم. تطلع 500 ميجا وات. ولا وقود ولا غاز ولا مشاكل او صديقه للبيئه. يا معودين اعطونا تخصيصات خلينا نروح ننصب الدوره البسيطه 9000 خطه الوزاره. يعني البرلمان ما ينطيك؟ جايش بالكلام؟ 9000 ميجا واط اريد ادخل انا بالخطه هذه اللي عندي بالخطه اللي عندي اريد ادخل الدوره البسيطه ولا غاز ولا وقود ولا ما اعرف شنو اضيف 9000 ميجا واط. نعم. تمام؟ نعم. والله شو من وفر لي فلوسها؟ لا قروض لا موازنات. هاي 9000 ميجا وات ساعه يكون والله تساعد انت مختص. نعم. وتعرف شيل الكومباين. نعم. يا معودين ندخل الكومباين لكل محطاتنا. نعم. ماكو مو يصير بيها فساد يعني ربما البعض يخاف. يشرف عليها البرلمان. نعم. يشرف عليها يعني البرلمان بس السادة يعني وحده هاي وحده. ايه وحده بس باختصار الوقت الكولينج سيستم سياده. نعم. احمد. نعم. الوقت يعني باختصار. ايه لا مو انا بعد انا اليوم فرحان ويعرف شحكي. نعم. جنابك الكولينج سيستم. نعم. والتشيلرات. نعم. مو ذن منظومات تبريد ست هيفاء. صحيح. اليونت الوحده التوليديه محرك مع طياره نفاث. صحيح. هذا من يشتغل الغازي تاثر به درجات الحراره، كل ما تصعد درجات الحراره تقل كفاته. قلنا اخوان نجيب منظومات تبريد ننصبها على اليونتات تخلي اليونت ما يبرد وما تنزل طاقته، هذا يعطيني طاقه 900 700 ميجا واط هذا الصيف. هذا الصيف. هذا شوف احنا مو احنا ما نفكر نيابه عن الحكومه. نعم. احنا نفكر ككهرباء. والله يمكن 40 اجتماع مع وزاره الماليه معودين اعطونا فلوس بس هذا 700 مليون بس ننصب الكولينج سيستم. نعم. هسه الله وافقنا عليه. هذه لو كان جايبه لنا 700 ميجا واط. هذه تتوقعها يعني